عقدت جمعية زهرة الأمل لرعاية الأطفال الأيتام والمحتاجين مؤتمرها الوطني الثاني للطفل تحت عنوان رعاية الأيتام استثمار في الناشئة. وقد كان هذا المؤتمر فرصة لتقديم مجموعة من النصائح المتعلقة بكفالة اليتيم إلى جانب التعريف بالجمعية وأهدافها ونشاطاتها. خاصة في رعاية وكفالة الأيتام، أهم برنامج عندها هي برنامج كفالة اللي يتمحور في إنه نحاولوا إنه نكونوا موجودين مع الطفل اليتيم في كل نواحي حياته، جانب مادي، جانب تربوي، جانب نفسي، جانب صحي، يعني نحاولوا إنه نكونوا العائلة متاع الصغير أو كل احتياجات الصغير اللي نجموا نلبيوها نحاولوا إنه نكونوا موجودين معاه فيها. هذا إلى جانب إنه فما جانب آخر للعمل اللي هو الجانب العلمي والأكاديمي اللي موجود في الجمعية، قد إعطاء قيمة مضافة للعمل الخيري في تونس إن شاء الله. هذا وقد تم التأكيد على أن الكفالة ليست كفالة مادية فقط، فالطفل اليتيم في حاجة ماسة إلى الكفالة المعنوية والحيطة العاطفية. الكفالة المادية مهمة ياسر، معناها الطفل اليتيم ياكل ويحب يشرب وعنده احتياجات كيف ما الناس الكل، يحب يلقى كراسة وكتاب وقلم باش يمشي للمدرسة ويلبس وما يبردش في الشتاء، هذا كله مهم جدا، لكن ما يكفيش. ما يكفيش على خاطر الانسان البعد في عنده ثلاثه ابعاد، البعد الفكري والبعد العاطفي والبعد السلوكي. العاطفه واخذه تقريبا 30% من شخصيه الانسان، وهذاك علاش احنا كي نشوفوا يعني قوله الرسول عليه الصلاه والسلام ولا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك يعني كي تمسح على راس اليتيم لك بكل شعره حسنه، هذا باش يحثنا باش نعطيه هيك اللمسه اللي تحرم منها الصغير، ما تحرم منها من جانب الاب ولا من جانب الام. وفي نفس الاطار الجمعياتي حضرت مجموعه من الجمعيات التي تعمل على نفس اهداف جمعيه زهره الامل لرعايه الاطفال الايتام والمحتاجين. نشات مئات من الجمعيات، عدد كبير من الجمعيات تعنى بالعمل الخيري، ثم جمعيات ثقافيه، ثم في كل المجالات، لكن العمل الخيري يشد يعني عدد يعني كبير من المهتمين بالشان الاجتماعي في تونس. احنا نباركوا البادره هذه نتاع تنظيم مؤتمر يخص الايتام، لانه عدد كبير من الجمعيات متولهه بموضوع الايتام اللي هي فئه اجتماعيه هشه في المجتمع وتحتاج يعني عنايه كبيره. وعناية يعني كفاءة الأيتام أو رعاية الأيتام مسألة مش اعتباطية، عندها مقاييس وعندها ضوابط وعندها شروط على كيفية الكفالة وعلى ثمن الكفالة ولا غيرها من المواضيع الهامة اللي تخص الأيتام. الجمعية هذه جمعية إسعافية خيرية ليس لها انتماء سياسي، جمعية حرة. قمنا بعدة مشاريع، ومشاريع هذه نذكر منها فمت مصيف محلي بولاية بنزرت للأيتام، ضم 148 طفل وتعدى مصيف ما شاء الله 12 يوم، فما أكل وشرب كل شيء مجانا. ثم انتقلنا إلى مشروع آخر وهو مشروع شراء سيارة لتصفية الدم للمرضى الذين يعانون من تصفية الدم، والمرضى هذوما يسكنوا في الأرياف وليس لهم تغطية اجتماعية وليس لهم التنقل. احنا وفرنا سيارة مجانا تنقلهم فهمت من ديارهم إلى المستشفى للمعالجة. وتبقى أمثال هذه الجمعيات الخيرية مصابيح تنير طريق المحتاجين إليها وتزرع البسمة على الأفواه.